طيب دكتورة نور، خليني أبدأ مع حضرتك بتصريح الرئيس السيسي، وصف الفساد بالآفة التي تنهش اقتصاد الدول. خلينا نعرف التقديرات الأخيرة للخسائر التي تتكبدها الدول الإفريقية بسبب الفساد. طبعا مما لا شك فيه ان قاره افريقيا هي قاره مكتظه بالثروات، هي سلة ثروات العالم، وان تقريبا انه يعني اكبر قاره من حيث الثروات الطبيعيه، وفي حاله الفوضى دائما ما ينمو الفساد. فتعرضت القاره الافريقيه في الفترات السابقه لحالات من الفوضى نتيجه حالات نزاعات سياسيه او نزاعات امنيه. يمكن الملف الامني والحفظ الملف الامني والسلام كان على طاوله او اجنده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما تولى رئاسه الاتحاد الافريقي، وده كان من الأسباب الأساسية لظهور حالات الفساد اللي موجودة في الدول الأفريقية، خاصة إنها يعني مطمع لكثير من الدول، خاصة إن هذه القارة يعني لو إحنا اتكلمنا في ثروات القارة الأفريقية يمكن بنتكلم إنها عندها تقريبا 80% من احتياطي البلاتينيوم في العالم، 40% من احتياطي الماس، 25% من احتياطي الذهب، يعني أغلب المعادن النفيسة أكبر احتياطي موجود لدى القارة الأفريقية. صحيح. عندها أكثر من 200 مليون فدان أراضي زراعية صالحة للزراعة، عندها ثروة سمكية هائلة من المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي، والسلع الزراعية الكاكاو أكيد، وأيضا كمان من البحيرات العذبة زي بحيرة فيكتوريا وغيرها. فأعتقد أن ثروة سمكية هائلة، ثروة زراعية هائلة، ثروة 12% تقريبا من احتياطي النفط العالمي، ثروة معدنية ثروة طبعا، وثروة كمان في الطاقة 12% من احتياطي النفط العالمي، ده بالإضافة إلى الأجزاء التي لم يتم استخراجها حتى الآن، 10% من احتياطي الغاز العالمي. وطبعا مصر كانت ليها ريادة في قصة الغاز والبنية التحتية للغاز والبنية التحتية للطاقة زي الكهرباء، وأعتقد أنها نقلت هذه التجارب بتاعتها لقارة أفريقيا بكافة دولها طبعا. فبالتالي احنا بنلاحظ انه المؤسسات هذه الدول بيستشري فيها الفساد للأسف حتى العنق، يعني انه الفساد بيشل حركة التنمية في هذه الدول بشكل قوي، لانه لما يكون انا عندي موارد بالشكل ده فالفساد لما يكون موجود في دولة ما هيهدر هذه الموارد. لما يكون عندي كفاءات ممكن اشغلها وفي عندي واسطة او محسوبية او ما الى ذلك، فالمؤسسات الدولة نفسها هيكون فيها كفاءات او مسؤولين غير كفء، فبالتالي هيحصل عدم كفاءة وعدم فاعلية. نعم. فطبعا عدم الكفاءة وإهدار الموارد وعدم الفاعلية طبعا بالتأكيد ده بيهدر أي جهود ممكن نعملها في عملية التنمية المستدامة. فبالتالي احنا ممكن التقديرات الإحصائية حوالي 50 مليار دولار خسارة سنوية نتيجة الفساد. والفكرة انه للأسف الشديد انه الفساد المعالجة ليه مش بس بتكون إصلاحات تشريعية، المعالجة في الفساد لأنه حالاته مختلفة، وحالاته يعني كل دولة حسب حالاتها وحسب ثرواتها وحسب ودايما في طرق مبتكره للفساد باستمرار. فبالتالي احنا محتاجين فعلا يعني ان احنا نعمل دراسه لكل حاله على حده، وبالتالي ايضا لو قدرنا ان احنا يعني نعالج بشكل تدريجي، لان وقف الفساد بشكل مفاجئ في حاله فساد مستشري زي اللي حصل في الدول الافريقيه ده هيشل اجهزه الدول الافريقيه، فبالتالي هيحصل تعطيل اكتر فبالتالي لازم يكون في مرونه شويه في التشريعات، مرونه شويه في القوانين، دراسة كل حالة على حدة، والحل بشكل تدريجي.